شوفوا هذا هو المنزل، هذا هو المنزل فين تنعس، هذاك هو فين تنطيب وتناكل، هذا هو المحل ديالي فين تنعس. هاد السيد دمرني، دا ليا رزقي، دا ليا بقعتي، وسكتني بالميكا، وردني براسي ودير ليا الميكا وضرب عليا تميكا وباع ليا رزقي وباع ليا بقعتي. علاش اسيدي ملي هدمتي ليا؟ علاش رديتيني؟ بأساس اش؟ علاش رديتيني؟ علاش مليتي ليا؟ بأساس علاش رديتيني؟ سيدنا راه تيحارب دور الصفيع، ماشي قالك سير شري لي الميكا وردي بلاصتو. علاش رديتيني؟ هدمتي ليا ورديتيني وعطيتيني وعد، علاش؟ ومشيتي انت في شهر 8 وعطيتيني وعد 2022 في شهر 9، علاش؟ علاش؟ درتي ليا الميكا وضربتي عليا تميكا وتمشي عندك تقول لي صافي غيكون خير، هذا هو الخير خليتيه، هذا هو الخير خليتيني مدمر انا وليداتي هنا، الشمس طحنتني والناس استفدت، كما كانوا ورقة استفادة ما نقدرش نبقى ساكت. وعلاش هذوك الناس عطيتيهم ورقة استفادة وشهادة الهدم؟ وكاين الناس اللي كانوا ما ساكنينش ما عندهم محل عشوائي واستافدوا، وكاينين الناس اللي باقين ومستافدين. علاش كاينين الناس اللي خدامين في الاداره وعطيتهم ورقه استفاده وباقين ساكنين؟ علاش؟ علاش هادشي؟ علاش؟ انا تنطلب من الناس المسؤولين اللي معنيين على هذا الامر ديال البقاعي يجيو يديروا بحث ويشوفوا هاد البقاعي لما تعطاو، يجوا ويديروا بحث ويعرفوا الناس لما نعطاهم. وكاين الناس اللي ما كانش معدل محل عشوائي لا والو استفدت. واش انا ما عنديش حتى واحد؟ عدي الله سبحانه وتعالى هو اللي غيوقف معايا، والله ينصر سيدنا. هادشي اللي تنقول لكم، حشومه وعار، حشومه وعار على هادشي اللي داروا ليا. علاش هدمتي ليا؟ علاش؟ علاش قدمتيني بالشكايه للدرك؟ وجات الدرك وشافت العين المكان وخدمت شكايه الواقع وقدموني للمحكمه وعطاتني البراءه. قدموا شكايه بالواقع، ساكن السيد وعطاتني البراءه. ملي جيت درت وقفه احتجاجيه كنت باغي تصيفطني للحبس، وملي جيت درت وقفه احتجاجيه جيتي دخلتيني عندك، تعالى غنبني لك ونرد لك، وسكتيني بالميكا ودرتي لي الميكا وضربتي عليا بتميكا. ها سكتيني بالميكا وضربتي البقاع. شي واحد ملي تمشي تيقول لك 10 البقاعي، فين هما هاد 10 البقاعي؟ بغيت نعرف هاد 10 البقاعي فين هما؟ واش مخلينهم اللي جاتي ياكل ويسكت؟ ما عرفتش اخويا ديال 10 البقاعي؟ تمشي تيقول لك 10 البقاعي باقي، فين هما هاد 10 البقاعي؟ فين هما هاد 10 البقاعي؟ واش اللي جاتي ياكل ويسكت؟ على هادشي راه باين وواضح، وتنطلب من الناس المسؤولين يجيو يديروا بحث. واش باقين هاد 10 البقاعي ولا ما بقى حتى حاجه؟ واش كاين هادشي ولا ما كاينش؟ وهادشي تنواجهوا مع الناس المسؤولين على هاد البقاعي اللي عاطينهم امامكم نواجههم. وكاينين الناس اللي كاينين يواجهوا هادشي تيقولوا 10 البقاعي كاينين، بغينا نعرفوا هاد البقاعي فينا. راه عامين وانا تنشوف في هاد القاعي تيقولك 10 ما باقي، من 2007 وانا ساكن، ومن 2014 وانا تنقاسي معاهم هاد العذاب، هما مسكتيني. تتخرج تتخرج تعرف حتى حاجه ما كاينه. ملي تيجي باشا تاني تيقول لي كاين دوسي ديالك صافي راه مخليها هو غتستافد، غير جي لعمران كاينين 10 البقاعي. ملي تيجي الباشا الثالث تنصيب ورقة ديال السجن اللي كانوا قالوا لي جيبها لينا في 2013، جيبها لنا نعرفوك راه كنتي في السجن. ها هي هذه هي ليست في الدوسي، هذا هو الدوسي اللي عندهم في باشاوية الرماني. علاش اسيدي عاطيني هاد شهادات السكنة ملي ما ساكنش هنا؟ هذه شنو هي؟ بدون رقم
علاش عطينا ليا؟ علاش عطينا للمرأة مصايبة لاكارت؟ علاش عطينا هادشي ملي ما ساكنينش وما خا... وخاصنا حنا أنا اللي خاصني ناخذ الاستفادة؟ كاين اللي ما كانش عنده هاد السوارق وشهادة بدون رقم، أنا اللي خاصني نستفاد من 2007 وأنا تنقاسي، الناس راه تال 2020 واستافدوا، تال 2020 وبناو محلات عشوائيين واستافدوا، وأنا ما استافدتش ما عرفتش علاش، أنا راه كنت نعيشها في الزنقة، ملي كنت مبلي داير هاد المحل، ملي كنت نشرب ومبلي تنبات فيه كلشي، تنوض الصباح تنمشي ندبر على راسي، وكان فيا المشاكل والصداع، 12 شدة ديال الحبس، هذه هي الأخرى. 12 شدة ديال الحبس، هذه هي الأخرى. ملي تزوج درت الوليدات عفا عليا الله. وهاد الناس راه واقيلا تيقول لك زيد ما تزيدش لقدام، زيد رجع مع مارشاريا عاوتاني. تنمشي نسول تيقول لك راه باقيين 10 بقاعي. كاين من بعد اصبر. غيكون الحل. الرجل الأول باش الثاني ركب مورا هذاك اللي جا. الأول اللي عطاني وبنى لي مشى وجا واحد آخر. مشيت عندو قال لك كاين. كاينين البقاعي غادي يكون الحل مشى عاوتاني ايوا انا قابل انا غير سير طلع على الباشاويه ورجع ما كاين حتى حاجه كون كانت شي حاجه راه غتكون ما كاين حتى حاجه كون عطاوني شهاده ما نهضرش كون فين هاد الشهاده شهاده وباقي باني انا كاع هادشي شفقه ورحمه من عندهم كاع هادشي شفقه ورحمه شافوا فيا وجا الله ما عنديش خلاوني وعطيني شهادة السكنة شهادة الهدم وشهادة الاستفادة الوحيد اللي باقي وكاينين الناس اللي مستافدين وباقيين ساكنين في المحلات عشوائيين علاش هادشي علاش؟ علاش من اللي استافدوا علاش اللي ما يهدموش ليهم؟ علاش الناس كاينين خدامين في إدارة وباقيين ساكنين في المحلات وعاطينهم ولا هذاك كاين عدو باه هضر عليه ولا مصاحبتي واستافد ايوا هما اللي تيعرفوا انا تنطلب من نجلة ناس مسؤولين يجوا يديروا بحث على هاد الشيء وغيعرفوا شي حوايج ما عمرهم كانوا عارفينها وغيشوفوا الناس كي عندهم ديار وعندهم ورقه استفاده عندهم ديار وساكنين في الديار وشادين ورقه استفاده وانا اللي من 2007 وانا تنقاسي الناس راه تال 2020 تال 2018 تال 2016 عاد داروا محلات اما 2020 ملي كانت المقاطعه باقا عبد الرحمن كانوا كاريين ليها في الديور وانا تنقاسي في هادشي في ديور السين كانوا كاريين ليها وانا باقي تنقاسي ملي كان محمد ود بوشعيبات الله يرحمه والشيخ عبد القادر الله يرحمه وانا تنقاسي محل عشوائي وانا باقي تنقاسي انا كيما تنتواجد قدامكم ها شهادة السكنة ها شهادة السكنة ديال المراق ها ورقة ديال الاخر ورقة الاستفادة ما كايناش ها حوايجي كيما تتلاحظوا ها الحوايج ديالي تيقول لك هاد الناس ما ساكنش ها الحوايج ديالي ها هما كيما تتلاحظ الحوايج ديالي ها الحوايج الاخرين راه كيما تتلاحظ ها حويجاتي ها السكن ديالي زيد مازال تشوف اخويا ها فين تناكل و تنشرب ها هي ها فين تناكل و تنشرب هذاك تنعس فيه هذا تناكل و تنشرب فيه ها حويجي هاد الناس علاش دمروني علاش دمروني وخلاوني ملي تنمشي تيقول لك باقيين 10 البقاعي فينا هما هاد 10 البقاعي فينا هما هاد 10 بغيت نعرف هاد 10 فينا هما واش تقولهم بالفم علاش يقول لك الملف سدوه والملف سدوه العشرة باقينه فينا هما هاد 10 انا بغيتهم يديروا بحث ويشوفوا هذوك البقاعي لمن معطيين ويشوفوا وغادي يجيو ويطيحوا في ديور الناس عندهم ديور ومستافدين والناس لاباس عليهم ومستافدين والناس ما كانوش عندهم محلات عشوائيين واستافدوا وراه كاينين وليس اسماء عليهم يديروا بحث ويشوفوا تنطلب من الناس المسؤولين يديروا بحث
ويشوفوا هذا الشيء. وتنوجه هذه الرساله للوالي وسيد العمل وسيدنا الله ينصره. ملي تنمشي عندهم تيعطوني وعود كاذبه غير سيره الشر، غنشوفوا لك الحل، غير تجي العمران غنديروا مع العمران، ما نسنوش مع العمران، ما نفعلوش مع العمران، لا ما دارش لك الحل العمران. واش العمران هي الباشا؟ واش العمران هي اللي عارفه شنو كاينو؟ واش العمران هي اللي مشات دقات على الناس اللي كنت عطيتهم الماريو؟ واش العمران هي اللي جات دقات على هاد الناس وعطاتهم ورقه استفاده؟ واش العمران هي اللي جات هدمت ليهم؟ المدير ديال العمران ما كاينش، ومالي انا ومال المدير ديال العمران؟ انا اللي هدمتي عليا، علاش بنيتي ليا؟ علاش رديتيني؟ ولا سكتيني بالميكا ودوزتي البقعة لقنتخر؟ إوا هي هادي اللي بانت ليا أنا. ملي تنتفاجأ تندخل عند السيد الباشا تيقول لي ما عندك حتى شي حاجة، ما عندي الدراسة أنا، ما بقى حتى شي محل عشوائي. إوا باقي لهذوك اللي مستافدين ساكنين بلايصهم ياك. دابا يعني عماني مازال في ساكن عشوائي، هذا ساكن فين؟ هو اللي كاين، هو اللي تنتواجد فيه أنا. ها هو امامكم تتشوفوا فيه، هو هذا المحل اللي باقي انا فيه عشوائي ومن 2007 وانا تنقاسي فيه. ها هو كما تتشوفوا فيه، وعندي اسره، راه ماشي عندي انا محل عشوائي دايرو تنشرب فيه ولا تنسكر فيه، راه عندي اسره، راه عندي وليدات، راه ثلاثه الوليدات، جوج كبار وواحد يلاه عندها 5 شهور، راه عندي اسره، راه تنقاسي، راه كون كان عندي انا الماء، كون كان عندي راه ما نبقاش في هاد الحالة وفي هاد الشوهة، كون كان عندي فلوس الكرا، كون راه مشيت كريت. واش هاني تيتصور 400، تيجي خاصو الحليب، خاصو ليكوش، واش عاد باغي كريبية؟ لا جيتي الصربوطة خاوية كبيرة مشات سالات الباخرة. الرسالة تنوجهها الوالي وسيد العمل وسيدنا الله ينصرو والله يشافيه لينا والله يعافيه لينا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.